بین در و دیوار گل پیغمبر رو قرار دادن، فکانو هم السبیل الی والمسلک الی رضوانک، فلما انقضت ایامه اقام ولیه ولی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیا اذ کان هو المنذر ولکل قوم هاد. فقال والملأ امام مبلا من كنت بگو من كنت این فراز تداعی کننده قدیر پیغمبر وسط خطبه قدیر چهار مرتبه نام مقدس امام زمان ما رو بر زبان جاری فرمودن. نه تا ویژگی امام زمان رو بهش اشاره می فرماین. جانشینان من بعد از من 12 نفرن، مصداق اولش این علیه که دستشو بالا گرفتم، مصداق آخرش کسیه که نامش مهدیه. پیغمبر قدیر رو به مهدویت گره میزنه، اصلا قدیر بدون مهدویت ابتره. همه عالم بداند یکی 2 روز بعد میلاد امام زمان اومدی تو این حرم با امام زمانت بیعت کنی، اقتدا کن به پیغمبر با همه وجودت، با پیغمبر و علی بیعت کن، با امام زمانت بیعت کن، فریاد بزن من کنت مولا فعلی، من كنت حالا دوتا دست تو بیار بالا و پیغمبر هم نواشو. اللهم والی مولا و آده وانصر و قال من كنت انا نبيه فعلي امير و قال انا و علي من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتا و احله محل هارون من موسى فقال له انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي و زوجه ابنته سيدة نساء العالمين و أهلا له من مسجده ما حللت و سد الأبواب إلا بابا، ثم أبدأه علمه و حكمته فقال انا مدينة الان وعلي بابها،
فمن اراد المدینه و الحکمت فلیأتها من باب ثم قال انت اخی و وصیی و وارثی لحمک من لحمی و دمک و سلمک سلمی والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز إداتي وشيئتك على منابر من نور مبيذتان وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي 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 علی 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 تو این حرم نورانی نیت کن آرزو کن یه صبح جمعه این دعای نوبر و ایوان نجف زمزمه کنی جایی که بزرگان ما گفتن ایوان نجف عجب صفایی دارم حیدر بنگر چه بارگاهی دار علی آینه حق در زمین چند جمله مدح امیرالمومنین اول صبح جگرت حال بیاد امام زمانت رو خوشحال کن و ادامه دعا علی آینه حق در زمین است علی مرآت رب العالمین است علی شاگرد ختم المرسلین است علی استاد جبریل امین است کلام آسمانی ها چنین است فقط حیدر امیر المومنین یه بار دیگه این یه بیت رو تقدیم میکنم این فقط حیدر امیرالمومنین است و همه با همه وجود کلام آسمانی ها چنین است فقط حیدر علی 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 بر کل عالم شاه و مولا علی قبله گه اهل تبلاس جانم علی عشق دل ام ابی هاست کلام حضرت زهرا همین است فقط حیدر علی فرمانده کل جهان است علی اسطوره عصر و زمان است علی خود قاسم باغ جنان است علی ما فوق هر وصف و بیان است علی علی
علی در کل دنیا بی قرین است، فقط حیدر امیرن. بیا به شکرانه این نعمت ولایت علی ابن ابی طالب که خدا به ما داده، همه پدر مادرها، گذشتگان، شهدا، امام راحل، شهدای مدافع حرم، همه را الان سر سفره امیرالمؤمنین مهمان کن. به جمال علی ابن ابی طالب یه صلوات بلند خواند. ولولا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمار وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقب يحذو عذب الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناضش ذعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبريا وحنينيا وغيرهم فعذبت على أدابته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبا وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن رفض لرؤية الأخ فيه فقتل ما وأغصيا وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائبين من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثله فلتضرف وليصرخ الصارخون ويذج الزاجون ويأج الآجون أم بلان
حسین الحسن و جانم همه حسین الحسن و مدینه کربلا تو بگیر حسین الحسن و أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشموس الطالع أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم هر کی اومده دنبال گم شدش بگرده گم شدش و صدا بزنه های باد صبا هر جای این عالم که آقامون حضور داره صدای ما رو به گوش آقامون برسان جواب برامون بیان هر جان شستی صدا بزن اینا بقیت الله اینا التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر والإقامة الأمس بالعباد أين المرتجب لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسمر أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شمشة المعتدي أين آدم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتات والمردة أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل همه أين معز أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفجر